سبب النزول احنا محتاجين تمثيل منصف حق كل القطاعات التجارية اللي موجودة في الكويت، علشان اذا بيصير في قرار في غرفة التجارة وصناعة الكويت او توصيات، هناك من يمثل هذه القطاعات. مهما يكون لو اي قطاع اخر ما راح يعرف خبايا هذا القطاع، والنعم في الاخوان اللي موجودين اداء وعطاء ما قصروا، ولكن احنا عندنا قطاعات غير ممثلة يحسون ان في ازمة كورونا وما قبل ازمة كورونا إن كانت عندهم مشاكل ولم يتم ايجاد حلول حقيقية لها، وفي ازمة كورونا انكشف على قولتهم المستور كله. فاحنا لهذا السبب نازلين ونمثل القطاعات الغير ممثلة في الغرفة. احنا راح نغير بداية، لما تضخ في اي مكان دماء جديدة طبيعي يصير في تغيير، هذا رقم واحد. رقم اثنين، سوف نطرح جميع مشاكل والأزمات اللي حاصلة في الشارع عندنا، اللي هو في السوق عندنا داخل القطاع التجاري. ثلاثة، نحط الحلول العملية اللي احنا نشوفها. احيانا ننقل تجربة خارجية، احيانا نبتكر حل داخلي، لان السوق الكويتي مو بالضرورة يتطابق 100% مع الأسواق الثانية حتى مع دول الجوار. لذلك احنا راح نحاول نطلع حلول من السوق في غرفة التجارة كتوصيات حق مجلس الأمة وكذلك مجلس الوزراء.